البداية المبكرة والأهداف المبكرة لأبها للوحدة تعطيك انطباع أنه أبها ما كان في تركيزه أول نص ساعة تقريبا. أول شيء نبارك الوحدة ونقول حظ أوفر لأبها. اليوم زي ما تفضلوا الشباب وزي ما تفضلت أنت أبو نورة، البداية دائما تكون يعني مهمة جدا، التركيز يكون موجود. اليوم أبها ما كان مركز نهائيا. تخيل 3 هجمات في 20 دقيقة، في 20 دقيقة 3 أهداف، هدف اللغة منها وهدفين احتسبت. كان ممكن تكون أكثر، ما فيه تقارب في الصفوف بالنسبة لأبها. الجهة اليسار زي ما قال أبو أميرة تشلت نهائيا. احنا عارفين ان نادي أبها يعتمد كليا على 3 لاعبين، خاصة في الثلث الأخير اللي هو سعد نواف الصاعدي وصالح العبري. اليوم الثلاثي هذا ما قدم مستوى، يمكن سعد أفضلهم نوعا ما، يعني قدم على الأقل حاجة بسيطة، لكن صالح العمري ونواف الصاعدي اليوم ما ظهروا بالصورة. وهذا طبعا تكتيك مدرب نادي الوحدة سيرا اللي شل الجهة اليسار واليمين نهائيا، خلاهم يلعبون مع العمق لما يروحون الأطراف خلاص مقفلة، فصعبت عليهم مهمة، ما قدروا يرجعون. حاولوا ولو كان يعني الفرص اللي جات جيرسون، يعني الدقائق الأخيرة كان آخر 10 دقائق، يمكن جات 3 فرص تقريبا، اللي راح انفرد بالحارس وحاول يعدي منه، وحدة حطها في القائم، كان ممكن تكون نتيجة كبيرة. 3 هزايم من الشباب، من الرائد، واليوم من الوحدة. علامة استفهام على مدرب نادي أبها. نتمنى نشوف أبها في المرحلة القادمة. أنا كجنوبي على قول زي أبو ما يقول أبو جنوبي، أتمنى أن أبها يعني على الأقل قدم مستويات أفضل مستويات. الآن أبها عنده 22 نقطة، اللي تحت 20 و19 4-5 نقاط، ترى ما زال في خطر. نتمنى إن شاء الله أن يتعدى الحال بإذن الله.